الله الرحمن الرحيم وصلى الله على مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تطالعنا يوميا الصحافة عن صدور أحكام محاكم السلطة الحاكمة، تطالع أبنائنا المرتقبين وهذه الأحكام أما أن تكون قد بنيت كذبا وافتراء، وأما على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التأديب. كعائلة أسير وجريح إلياس الملا من جزيرة سترة المحكوم على خلفية عدة قضايا مفبركة اتهم فيها بعد أن ذاق ويلات التأديب ومرارة الانتهاكات، وفي آخر الأمر يحاكم عليه 15 سنة. لا يختلف حالنا عن عوائل المحكومين، فالأحكام الجائرة من محاكم باطلة طالت الكثيرين، وكل ذلك لثنينا عن مطالبنا المحقة بوطن يبني العدل والأنصاف. من هنا ونحن معكم في هذا المعرض معرض جرح الكرامة الإنسانية، نؤكد أننا صابرون وصامدون، ولن تزلزلنا كل الأحكام الظالمة، فقضيتنا محقة ومطالبنا مشروعة، ونحن على يقين أن أبناءنا الجرحى والأسرى هم كذلك أيضا، فألف تحية لهم فيما اعتقلهم على مواقفهم البطولية، وألف تحية للمشاركين في هذا المعرض، والفرج القريب بحق باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلة المعتقل إلياس الملا السترويّ.